مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي المرحلة الأولى، أحد ثمار الرؤية التنموية الطموحة لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز. الرؤية المنطلقة من تكليفها وتشريفها برعاية مهد الإسلام، ومن هنا كانت جدة بوابة الحرمين ومحطة من شد الرحال إليهما من جميع أنحاء العالم، العاصمة الاقتصادية كانت على رأس أولويات التطوير في الحقبة التنموية التي تشهدها المملكة. فكان مطار جدة الجديد من أهم وأضخم مشاريعها الاستراتيجية ليرتقي إلى مكانتها كمدينة عريقة فريدة على الصعيدين الإسلامي والعالمي. ويتم الآن تنفيذ المشروع بخطة تتكون من 3 مراحل، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى خدمة 30 مليون مسافر سنوياً عند نهاية المرحلة الأولى بحلول عام 2014 ميلادية، ثم إلى خدمة 43 مليون مسافر سنوياً عند نهاية المرحلة الثانية بحلول عام 2025 ميلادية، وأخيراً عند نهاية المرحلة الثالثة بحلول عام 2035 ميلادية سيكون المطار بإذن الله قادراً على خدمة 80 مليون مسافر سنوياً. ولإدارة أكثر فعالية تنقسم المرحلة الأولى الجارية لتنفيذ المشروع إلى عقدين متوازيين يشمل كل منهما عناصر مترابطة: العقد 421 الذي يشمل مجمع صالة المسافرين، برج المراقبة والمرافق المساندة. المساحة الإجمالية لمجمع صالة المسافرين 680,000 متر مربع، وسيتضمن أحدث التجهيزات والأنظمة بالمعايير العالمية في خدمة الركاب. أما برج المراقبة فسيكون من الأطول في العالم بارتفاع 136 متراً، ويوفر 25 نقطة عمل للمراقبين الجويين. والمرافق المساندة تشمل مركزي المعلومات للتحكم المتوازي والتشغيل بشبكة اتصالات متكاملة بتقنية الألياف البصرية. مبنى الإطفاء والإنقاذ لسرعة الاستجابة لمتطلبات السلامة، بالإضافة إلى البرج الغربي لمساندة حركة الملاحة الجوية. ويراعي المشروع عوامل التكامل للتشغيل الفعال بين المباني والمرافق الرئيسة. أما العقد 422 ويشمل أعمال البنية التحتية والأعمال الأرضية كشبكة الطرق، مراكز الأحمال لتوزيع الطاقة، بالإضافة إلى نظام تغذية كهربائية وشبكة تصريف المياه ومسجد صمم ليكون معلماً فريداً ويتسع 3,000 مصلي، ومحطة وقود الطائرات، ومبنى مواقف سيارات يتسع 8,200 مركبة شاملاً لمواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز النقل والمواصلات، وساحات وممرات الطائرات. تم تصميم مداخل متخصصة للمطار تراعي انسيابية حركة المسافرين والموظفين، بالإضافة إلى قطار الحرمين السريع الذي يصل إلى محطة القطار في المطار. يراعي مجمع الصلاة انسيابية الحركة للمسافرين عبر أجزائه الرئيسة: صالة إنهاء إجراءات الركاب وصالات المغادرة المحلية والدولية. بدءاً من دخولهم المطار وإنهاء إجراءاتهم، وصولاً إلى 46 بوابة مغادرة للرحلات الداخلية والخارجية،
ومن مرافق المطار محطة قطار الحرمين. ومركز النقل والمواصلات. وصالة إنهاء إجراءات المسافرين والتي تحتوي على 200 كاونتر لإصدار بطاقات صعود الطائرة وخدمة المسافرين و80 جهاز خدمة ذاتية. ومن أبرز المرافق القطار الآلي المخصص لحركة ركاب الرحلات الدولية إلى صالات المغادرة الدولية. هذا بالإضافة إلى بوابات مزدوجة الاستعمال دولي ومحلي، وفندق يحتوي على 118 غرفة، ومطاعم ومقاهي لخدمة المسافرين، والمنطقة التجارية التي تشمل أسواقا حرة وصالات رجال الأعمال. وفيما يلي بعض الصور الحديثة لمواقع الأعمال التقنية القائمة بالموقع.
وهكذا يستمر التقدم بتوفيق من الله في تنفيذ هذا المشروع الكبير، ليتخذ مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة موقعه الاستراتيجي كأحد أكبر محطات النقل الجوي في المنطقة ومن الأكثر ارتياداً في العالم.